مرحبا بكم من جديد. كما نعلم، في فصل الصيف تكثر الحشرات وبالأخص الذباب والباعوض، مما نضطر إلى استعمال المبيدات السامة المضرة بالصحة. أنا شخصيا لدي حساسية من رائحة المبيدات حتى الكهربائية منها، حيث أحس بألم في رأسي وبطني والشعور بالغثيان. ومع ذلك، هذه المبيدات ما هي إلا حل مؤقت سرعان ما يزول مفعولها وتعود الحشرات من جديد. في هذا الفيديو سأقدم لكم طريقة خاصة ستغنيكم عن استعمال المبيدات وستخلصكم من الذباب لمدة أشهر. وللتعرف على هذه الطريقة ألقاكم بعد هذا الفاصل القصير. المرجو الانضمام للقناة، وذلك بالضغط على زر الاشتراك الأحمر. وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها، اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو. سنحتاج إلى هذا المسحوق الخاص بالذباب أو أي نوع مشابه له، وهو يباع في المحلات. سنأخذ مقدار 3 أكياس. ثم نأخذ الزبادي سواء كان منتهي الصلاحية أو جديد. والهدف من إضافة الزبادي هو جلب الذباب، وهذا المسحوق عبارة عن سم قاتل. ويمكننا وضعه أو خلطه في إناء لا نستعمله بحيث يبقى بعيدا عن متناول الأطفال. سوف أخذ الكيس الثاني. وبعد الانتهاء نقوم بوضعه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، فوق الخزانة مثلا أو أي مكان بعيدا عن بصر الأطفال، ونجدد هذه العملية من مدة إلى أخرى. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، على أمل لقياكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.